يا مساء الخير على كل مشاهدينا، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من جولات استوديو الأبطال، والحقيقة جولتنا النهاردة هي جولة مهمة جدا، خاصة أن هي نهائي كأس السوبر المصري ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الزمالك. الحقيقة خلينا نقول أو نبدأ كلامنا كده على طول وندخل في الموضوع، أن النهاردة اختبار قوي جدا وحقيقي لفريق فتيات الذهب، طبعا سيدات طايرة النادي الأهلي. ده في نهائي كأس السوبر المصري اللي هيكون قدام نادي الزمالك، في النهائي اللي هيتلعب إن شاء الله في تمام الساعة 8 مساء على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة. هيخلينا نقول كده أنه هو ماتش غير أنه هو قوي جدا، وأنه هو اختبار حقيقي لفرقة النادي الأهلي وأكيد طبعا لفرقة نادي الزمالك، ولكن هو الحقيقة ماتش لا يقبل القسم على اتنين. يعني فعلا النهاردة كل فريق داخل بفكرة أنه هو لازم يفوز النهاردة، لأنه لقب لازم أن احنا كمان النادي الأهلي يحافظ عليه، خاصة أن احنا كنا أبطال النسخة الماضية. الفريق طبعا اللي هيفوز هيرفع الكاس، وفرقتنا هدفها هو الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، زي ما أنا قلت بعد فوزنا طبعا بلقب السنة اللي فاتت على حساب نادي الصيد. طبعا هنتكلم مع ضيوفنا على فكرة أن كان في اختلاف السنة دي في المسابقة أو في نظام الكأس، ولكن الحقيقة هنعرف منهم تفاصيل أكتر وعن فكرة الفرق اللي كانت متواجدة كلها سواء في النسخة الماضية أو كمان النسخة دي. فرقة النادي الأهلي أو فتيات الذهب الحقيقة أن هم ماشيين بخطى ثابتة وبشكل كويس جدا، سواء في كل الحقيقة يعني المباريات اللي خدوها، خاصة أن احنا قدرنا أن احنا نفوز بكل الماتشات اللي فاتت، سواء في الدوري أو كأس مصر أو الماتش كمان اللي اتلعب في كأس السوبر. الحقيقة أن احنا شفنا خلال الفترة الماضية كان عندنا طبعا نشاط الرياضي أو إدارة النشاط الرياضي كانت بتدعم صفوف الفرق طبعا كلها، ولكن الحقيقة فتيات الذهب كان دعم صفوفه بالعديد من اللاعبات المميزات، سواء على او كان في الانتقالات الصيفيه طبعا زي ما احنا شفنا، والنشاط الرياضي اعلن باستخدام المحترفه الصربيه تاتيانا بوكان، او كمان كان في الانتقالات الشتويه شفنا يعني يمكن منذ اشهر قليله بالتعاقد مع سهيله وفيق وندى حمدي. هي ان احنا كلنا ثقة كبيرة جدا فيهم، سواء الانتقالات الجديدة أو كمان فتيات الذهب اللي كانوا موجودين في الفريق خلال الفترة الماضية، إن هم يقدروا يفرحونا النهاردة باللقب وبالكاس إن شاء الله. خلينا نقول إن احنا فريقنا كان صعد للنهائي بعد فوزه على الصيد بنتيجة 3-0، وبنفس النتيجة كان قدر الزمالك إنه يتغلب على نادي سبورتنج علشان نتفرج بقى على نهائي جماهيري، خصوصا اتحاد اللعبة برئاسة المهندس ياسر قمر طبعا كان خاطب الجهات الأمنية للعب نهائي كأس السوبر، سواء للسيدات اللي موجود النهاردة أو اللي هيبدأ النهاردة في تمام الساعة 8 مساء، أو أيضا الرجال اللي هيكون أو هيتلعب بكرة بحضور جماهيري ب2000 مشجع، 1000 طبعا لكل فريق. فاحنا كده خلينا النهاردة نقول إن احنا على موعد مع مباراة ممتعة، وبإذن الله يعني يسيطر عليها روح التنافس جوه الملعب والحب والود بره، زي ما شفنا أو تابعنا خلال الفترة الماضية طبعا الزيارة التاريخية اللي قام بيها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب لنادي الزمالك منذ أيام. شفنا صدى كبير جدا لهذه الزيارة، شفنا الحقيقة روح يعني يمكن ما شفناهاش بقالنا سنوات طويلة، ولكن الحقيقة قدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب أنه هو يعني يحافظ على الروح الرياضية، وشفنا زيارة زي ما أنا قلت تاريخية، كل الناس اتكلمت عنها مش بس في مصر ولكن في الدول العربية أيضا، خاصة أن هي ما بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك، ومش بس بيبقى على مستوى كرة القدم ولكن على كل المستويات، تحديدا ألعاب الصالات بنشوف تنافس قوي وشديد جدا. طبعا شفنا خلال المواسم الماضية النادي الأهلي يعني كان صاحب الكلمة العليا في عدد كبير جدا من البطولات إن لم يكن أغلبها، وده اللي احنا بنشوفه دايما، ولكن الحقيقة بعد حتى خسارة الخصم الأبرز بالنسبة لنا نادي الزمالك كنا بنشوف روح رياضية قوية جدا ما بين الفرقتين، وده اللي إن شاء الله نأمل إن احنا نشوفه النهاردة ما بين الفرقتين نادي الأهلي ونادي الزمالك. الحقيقة بكرة كمان عندنا مباراة قوية جدا على مستوى بقى الماسترز أو رجال طايرة الأهلي أيضا ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الزمالك، فالحقيقة
يعني يومين مهمين جدا، ماتشين مهمين جدا على جميع المستويات. نأمل ان النادي الاهلي يفرحنا النهارده، سواء فتيات الذهب النهارده ان شاء الله، او كمان رجال طايره الاهلي او الماسترز بكره ان شاء الله باذن الله. نقدر ان احنا نفرح النهارده ونفرح بكره ونفرح جمهور النادي الاهلي اللي بقى متابع جيد جدا لالعاب الصالات، وبقى مهتم وبيشوف المباراه هتذاع فين. الحقيقه يعني يمكن شاشه قناه النادي الاهلي عامله مجهود كبير جدا، ويعني الحقيقه ان احنا حريصين ان احنا ننقل لحضراتكم كل ما يخص ألعاب الصالات خلال الفترة الأخيرة في استوديو الأبطال. وأيضا يعني يمكن على شاشة قناة النادي الأهلي بقى فيه اهتمام كبير جدا، يمكن هو بادئ يعني من بدري، ولكن الحقيقة في الفترة الأخيرة يعني يمكن بنبقى حريصين ان احنا ننقل لحضراتكم كل الماتشات على الهواء مباشرة، خاصة الماتشات المهمة، وده اللي احنا عملناه النهاردة. ماتش نهائي صعب جدا في أرض الملعب ما بين فتيات الذهب وما بين سيدات طايرة الزمالك. نأمل ان احنا نشوف مستوى كبير جدا بين فرقتين، وده اللي احنا متأكدين منه أكيد، ولكن يعني في نهاية هذه المباراة أكيد بنتمنى إن احنا يكون لينا الكلمة العليا ونصيب بالفوز إن شاء الله. خلينا نقول ان في ماتش دلوقتي طبعا ما بين نادي الصيد وما بين نادي سبورتنج. الحقيقه يعني منذ دقائق قليله كان لسه في الشوط الثاني، وكان النتيجه 2-0 لنادي سبورتنج. الحقيقه زي ما احنا دايما بنقول انه ما بقاش في فرقه سهله وما بقاش في فرقه صعبه، الحقيقه ان كل الفرق بقت متقاربه بشكل كبير جدا، ده اللي احنا هنستفيد فيه طبعا يعني قبل بدء المباراه بدقائق. طبعا هنتكلم على مشوار النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه، سواء على مستوى الدوري او كمان في كاس السوبر المصري او كمان كاس مصر. الحقيقه ان هو محقق نتائج يعني جيده جدا ومرضيه جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، فيعني احنا هنشوف كمان شويه برده مين هيحسم المباراه لصالحه. اكيد يعني سبورتنج يمكن هو اللي هيحسم مباراة لصالحه، وبعد كده بقى ننتقل لأكيد ماتش النادي الأهلي ونادي الزمالك أو فتيات الذهب وسيدات طايرة الزمالك، وهنشوف الحقيقة يعني يمكن مباراة قوية جدا زي ما أنا دايما هفضل أقول مرارا وتكرارا. خلينا أقول لكم كمان أن يمكن سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك كانوا ماشيين يعني يمكن بمستويات متقاربة، كانوا يعني محققين نتائج قوية جدا، وده ان يدل على شيء، بيدل على ان الفريقين النهاردة يعني زي ما بنقول كده انه خلاص هم داخلين عارفين انه ما ينفعش ان يكون الماتش يتقسم على اتنين، واكيد الفرقتين محضرة بشكل كويس جدا، محضرين بشكل كويس جدا، واكيد دارسين بعض بشكل قوي جدا، لان الحقيقة يعني اكيد مباراة هامة جدا، وكنا عاملين حسابها ان احنا نوصل للفاينلز مع نادي الزمالك، فاكيد هيبقى فيه تحضير كبير جدا سواء من الجهاز الفني لنادي الأهلي أو أيضا للجهاز الفني لنادي الزمالك. يمكن أنا منذ دقائق كنت بتكلم على نادي أو مباراة نادي سبورتنج ونادي الصيد، الحقيقة أن هي يمكن كانت 2-0 منذ دقائق، ولكن قدر نادي الصيد أنه هو يحسم شوط لصالحه وبقت 2-1، فيعني يمكن هننتقل لشوط رابع وهنشوف يعني مباراة هتبقى صعبة برضو أكيد. يعني يمكن المباريات الفاينلز أو التالت والرابع هيكون صعب جدا، وهنتابع أكيد مع حضراتكم خلال يعني الدقائق المقبلة نتيجة هذه المباراة ما بين نادي الصيد وما بين نادي سبورتنج. طيب بنتكلم على النادي الأهلي وفتيات الذهب. الحقيقة إن كابتن إبراهيم فخر الدين منذ أن تولى المسؤولية وتولى مسؤولية فتيات الذهب، إن هو كان بادئ السيزن أو بادئ الموسم بشكل هو عارف هو عايز إيه، وكان مركز جدا سواء في التمرينات أو في المباريات الخاصة ببطولة الدوري أو بمختلف البطولات. كابتن إبراهيم طبعا يعني قيمة وقامة كبيرة، والحقيقة إن يعني فتيات الذهب كمان يمكن بنتكلم ان احنا دايما بيبقى عندنا الجهاز الفني بيبقى مهم جدا، مش بس ان هو يشتغل على المستوى البدني او مستوى النتائج، ولكن نفسيا كمان. احنا شايفين فتيات الذهب الحقيقه يعني يمكن بيشهدوا فتره او موسم الحقيقه قوي جدا، وموسم الحقيقه ان هم مرتاحين فيه، وشايفين كمان ان هم محققين نتائج كبيره جدا. بنتمنى انه احنا النهارده نشوف كمان مباراه قويه ما بين الفريقين، ونشوف بقى او يكلل هذا المجهود للجهاز الفني للنادي الأهلي بالتتويج النهاردة طبعا في كأس السوبر المصري. يمكن لقاءات نصف النهائي برضو شفناها كانت لقاءات قوية جدا لسيدات الكرة الطايرة، شفنا الحقيقة تنافس شديد جدا ما بين جميع الفرق سواء النادي الأهلي أو الصيد أو كمان الزمالك وسبورتنج زي ما احنا عارفين، ولكن الحقيقة أن هي
يمكن انتهت بشكل مباشر لصالح النادي الاهلي ونادي الزمالك على حساب نادي الصيد ونادي سبورتنج، سواء الماتشين يعني خلصوا بنتيجة 3-0 قدروا ان هم يحسموا الثلاث اشواط لصالحهم. عندنا كلام كتير جدا نتكلم فيه مع ضيوفنا النهارده، هيكون معانا تفاصيل كتير طبعا اكيد من ارض الملعب بخصوص احماء الفريقين وبخصوص كمان المباراه اللي سبقت مباراه النادي الاهلي والزمالك. هنتكلم مع ضيوفنا عن اهم المراكز اللي موجوده عندنا والتدعيمات الموجوده في صفوف فريق فتيات الذهب، اكيد هيبقى يعني شيء مهم جدا ان احنا نتكلم في كل ده مع كابتننا طبعا اللي هيشرفونا بعد الفاصل ان شاء الله. دلوقتي هنخرج فاصل وبعد كده هنستقبل ضيوفنا طبعا كباتننا الكبار كباتن النادي الاهلي عشان يتكلموا معانا اكتر في كل ما يخص هذه المباراه طبعا وعن البطوله بشكل عام، واكيد هنتكلم معاهم ايضا على مباراه نادي الصيد ونادي سبورتنج. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وجولتنا مستمرة. نهائي كأس السوبر المصري ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الزمالك، سيدات طبعا الطايرة على موعد مع مباراة هامة جدا. وبيسعدني دلوقتي أن أنا بينضم لي الكباتن الكبار طبعا نجوم النادي الأهلي، كابتن ندى أيمن نجمة النادي الأهلي السابقة للكرة الطايرة، منورانا ومشرفانا في استوديو الأبطال. أهلا بيكي مريم، ربنا يخليكي، منور بيكم. كابتن كريم جمعة نجم النادي الأهلي السابق طبعا للكرة الطايرة، النهارده مشرفنا في استوديو الأبطال. ربنا يخليك، شكرا جدا ان استضفت على قناة الأهلي النهارده. طيب ليديز فيرست بقى كابتن ندى، خلينا نتكلم معلش يا كابتن كريم. طبعا اكيد. كابتن ندى خلينا نتكلم النهارده بشكل عام قبل ما ندخل في تفاصيل المباراه، نتكلم انت اكيد متابعه للفرقتين خلال الفتره الماضيه في يعني مختلف المنافسات سواء الدوري او كاس السوبر او كاس مصر، شايفه ازاي مستوى النادي الاهلي وفتيات الذهب خلال الفتره الماضيه في مختلف المنافسات اللي خاضوها في السيزون ده؟ طبعا احنا عارفين الفتيات الذهب يعني اسمهم سابقهم دايما، فهم طول يعني من قديم الازل هم البطل الاساسي للدوري وللكاس، بالاضافه طبعا ان السنه اللي فاتت حصل تغييرات شويه انه خسروا الكاس، فهم بدايه من السيزون دوت بادئين ان هم عايزين يستعيدوا لقب الكاس ويحافظوا على اللقبين التانيين اللي حصلوا عليهم الموسم اللي فات، فواخدين طبعا كل المنافسات من اول الدوري، كسبوا كل الماتشات اللي لعبوها لحد الماتشين الاخرانيين امبارح بتوع النص النهائي، زي العاده يعني دايما كسبانين ماتشاتهم اغلبها 3-0، وطبعا داخلين النهارده مباراه لقب مهم جدا بالنسبه لهم في بدايه الموسم وهم حاملين اللقب بتاع البطوله ديت، فمستعدين اكيد على احسن استعداد. وطبعا فريق الزمالك دلوقتي بقى في مستوى متقارب جدا من النادي الاهلي وفي منافسه قويه بينهم على كل الالقاب، فاكيد هم كابتن ابراهيم طبعا عامل حسابه وعامل استعداد قوي جدا للمباراه ديت، لان هي هتبقى نقطه فاصله اكيد في الموسم، يعني اول بطوله واول لقاء بينهم من بدايه الموسم، فاكيد هم حاطين يعني البطوله ديت بالنسبه لهم مش زي اي بطوله تانية، هتفرق في مشوارهم بقيه الموسم، فاكيد هم داخلين بكل التركيز. كمان هتفرق طبعا في جميع المستويات. طبعا طبعا هم اكيد ده الهدف الاساسي بالنسبه لهم، يعني اكتر من ان هي بطوله وهتعدي ان هي دي الدفعه اللي هيكملوا بيها بقيه الموسم. خلينا نقول كده تبقى ضربه البدايه بالنسبه للموسم الحالي يعني. طيب كابتن جريم خلينا نتكلم، لو هنتكلم على نادي الزمالك الحقيقه زي ما كابتن ندى كانت بتقول بقى مستواه متقارب جدا مع النادي الاهلي، النهارده مباراه في ارض الملعب الحقيقه هتكون فيها نديه كبيره جدا، بس لو هنتكلم عن مستوى نادي الزمالك خلال الفتره الاخيره خاصه ان احنا السيزون اللي فات برده كان في منافسه شديده جدا ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك. اكيد يمكن لحد الموسم اللي فات كان الاحتكاك او الاحتكار لكل البطولات كانت للنادي الاهلي، لحد لما نادي الزمالك استطاع ان هو ياخد 4 أو 5 لعيبه من النادي الاهلي الموسم اللي فات، فبدا يبقى في احتكاك قوي وبدا يبقى في منافسه قويه جدا، فنادي الزمالك بدا يبقى في الصوره تاني، فقدر السنه اللي فاتت ان هو يفوز بكاس مصر وكسب بطوله افريقيا. فنادي الزمالك عنده عناصر كتيره كويسه ومهمه قوي ومن عناصر الاساسيه لمنتخب مصر، والسنه دي نادي الزمالك بادئ الموسم برده بشكل كويس، يمكن عندهم تغيير بس كابتن احمد فتحي ساب الفرقه وكابتن حسام شكري هو اللي مسك الاداره الفنيه لنادي الزمالك،
يمكن السنه دي نادي الزمالك ما احتكش اي احتكاك قوي خالص خلال مبارياته في الدور التمهيدي للدوري. كان اول احتكاك ليهم كان مباراه السيمي فاينال في كاس السوبر مع نادي سبورتنج، ونادي سبورتنج كان مرتشي بفوزه ببطوله العربيه اللي كانت من فتره وكان كسبانها نادي سبورتنج، فكان عنده دافع كبير قوي، بس قدر نادي الزمالك ان هو يكسب في السيمي فاينال نادي سبورتنج 3-0. فطبعا نادي الزمالك عندهم دوافع كبيره جدا ان هم يكملوا اللي بدأوه الموسم اللي فات. وطبعا بطولة السوبر هي بطولة استحدثها الاتحاد المصري السنة اللي فاتت عشان يقوي من الاحتكاك ما بين الأندية، فأنا شايف إن النهاردة هيكون أول احتكاك يعني قوي للنادي الأهلي ونادي الزمالك النهاردة في نهائي كأس السوبر إن شاء الله. طيب كابتن ندى، خلينا أتكلم معاك. يمكن أنا كنت بتكلم في الإنترو عن كابتن إبراهيم فخر الدين، ويمكن الخطة اللي كان يعني هو شايف إن هو لازم يحققها في بداية السيزن من ساعة لما تولى مسؤولية التدريب. طبعا أكيد شايفين شكل الفرقة يمكن اختلف شوية عن السيزن اللي فات. بالبداية السيزن ده كابتن إبراهيم والجهاز الفني الحقيقة المعاون ليه يمكن شايفين اختلاف، فلو شايفه الاختلاف ده ممكن توصف لنا ازاي ما بين السيزون اللي فات والسيزون ده؟ بصي، خلينا طبعا يعني اقول لك في الاول ان كابتن ابراهيم فخر الدين يعني قامه كبيره جدا في الكره الطايره، خبره عدد سنين وبطولات واحتكاك دولي ومنتخبات، فهو اكيد اضافه كبيره جدا للفرقه. واكيد البنات استفادوا منه لان هم اوريدي كانوا معاه في المنتخب، فهم عندهم يعني ما فيش حته ان احنا ناخد وقت على بعض او لسه ما تعودوش على المدرب، فهو اندمج مع الفرقه بسرعه لان هم واخدين عليه. وطبعا هم اكيد كابتن ابراهيم عنده رؤيه، دايما كابتن ابراهيم فخر الدين يعني عنده رؤيه مختلفه عن بقيه المدربين، يعني بيبقى ليه طريقه معينه في التدريب وفي الماتشات، والاداره الفنيه نفسها للمباراه مختلفه عن مدربين كتير دلوقتي. يعني بيبقى شويه زي ما بنقول بيعتمد شويه على التحليل وعلى يعني كل حاجه مدروسه، زي ما بنقول بيبقى عارف كل لعيب وهو نازل، عارف هيعمل ايه، هيوجه ارساله فين في اللفه ديت، هيبقى الضرب من انهي اتجاه، هنعمل خطه ديفنس ايه، فهو شويه سيستميك قوي في الماتشات يعني. فده بيسهل على اللعيبه ان هي بتبقى داخله حافظه كويس قوي الماتش هيمشي ازاي، يعني لما بيبقى اللعيب قدامه سيناريو للماتش فما بيدخل ما بيتفاجئش بحاجات كتيره قدامه، ده بيسهل عليه ان هو يبقى رد فعله اسرع مع المباراه، ما بياخدش وقت ان هو ياخد على المباراه او يتفاجئ بحاجه حصلت فيبدا ياخد وقت على ما يرجع تاني لريتم المباراه، لا. فده طبعا اضافه كبيره جدا للفرقه ان هم ما فيش الرهبه اللي هتحصل في المباراه الاول اللي هو نشوف احنا حافظين ولا مش حافظين، طب هيلعبوا بانهي سيستم، طب الفرقه هتمشي ازاي، لا بيبقوا هم داخلين حافظين، فده اكيد فرق معاهم. بلس ان كابتن ابراهيم بيشتغل على الجزء البدني كويس جدا، ده هيفرق كتير جدا مع الفرقه، يعني هتلاقي الفرقه فيها توزيع للحمل، مفيش سته معينين هم اللي بيلعبوا، لا بالعكس هيبقى في روتيشن طول الوقت، فاللعيبه كلها واقفه على رجليها. دي حاجه مهمه جدا ان انا بدل ما ابقى محمله طول الموسم على لعيبه اساسيين معينين، لا الفرقه كلها واخده نفس الحمل التدريبي، واخده نفس التوزيع في المباريات، سواء بقى تحميل بدني او حتى تحميل نفسي. هو الماتش دوت فيه جزء كبير جدا نفسي، ان اللعيبه تبقى عندها الخبره اصلا ان هي لعبت واحتكت طول الماتشات، ما تتفاجئش في مباراه ثقيله زي مباراه الزمالك النهارده ان هي مثلا اول مره تتحط في ماتش، مش هيبقى ماتش جس نبض، لا يعني لا خالص، لا خالص مش هيبقى في وقت لده، يعني لان الفرقه اللي قدامك فرقه قويه فما فيش وقت ان انا استنى اشوف الماتش هيمشي ازاي، لا لازم اخد انا من الاول يعني السبق ان انا اللي ابقى سابق، انا اللي ابقى متقدم، ما استناش ان هم يسبقوا وانا احصلهم. كابتن كريم، يمكن استكمالا لكلام كابتن ندى، النهارده اكيد مباراه هامه جدا، مش هينفع فعلا ان هي يكون فيها جس نبض، ولكن الحقيقه على المستوى الفني اكيد عندنا نقاط ضعف كابتن ابراهيم درسها كويس جدا في فريق نادي الزمالك، هيستغلها النهارده في المباراه، خاصه ان هي مباراه هامه جدا، مباراه فاينل، اهم نقاط الضعف الموجوده عند نادي الزمالك ليقدر الجهاز الفني للنادي الاهلي وفتيات الذهب ان هم يستغلوها علشان يحسموا المباراه لصالحهم. يعني استكمال لكلام كابتن ندى، كابتن ابراهيم من المدربين اللي بيهتم قوي بالتفاصيل او بالداتا فولي او التحليل للاداء او الحركه للفرق المنافسه، يمكن هو عنده تيم كبير قوي بيحلل اداء الفرق كلها، يمكن بيبقى عندنا ماتش ممكن الفرقه بتكون بتلعب ماتش والمنافسين بيلعبوا ماتش تاني، في حد بيروح يصور الماتشات عشان خاطر يقدر يحلل اداء الفرق التانيه. فيمكن نادي الزمالك النهارده
من الحاجات اللي دايما عنده ضعف فيها كبير جدا بشكل ملحوظ هو الاستقبال الكرة الاولى. فيمكن النهارده لو قدرنا ان احنا نستغل سوء الاستقبال لمريم متولي لعيبه مركز أربعة او ملكه اللعيبه البرازيليه في نادي الزمالك اللي هم محور الاداء ومحور اللعب في نادي الزمالك، النهارده هنضغط عليهم بشكل كبير جدا ان احنا نقدر نسهل على نفسنا المباراه. فاكيد كابتن ابراهيم مدي تعليمات للعيبه بشكل كبير جدا، الارسال يتوجه في حتت معينه، ان انت النهارده لو قدرت تخلخل استقبال نادي الزمالك هتقدر النهارده ان انت تسهل على نفسك الماتش جدا وتلعب جيم زي ما انت عايز. طيب كابتن ندى، خلينا نستعرض كده الجهاز الفني للنادي الاهلي. طيب احنا عندنا طبعا المدير الفني كابتن ابراهيم فخر الدين، المدرب العام كابتن محمود الوزير، مدير الفريق كابتن ايهاب حسن، محلل الاداء محمد علي، مخطط الاحمال نادر نشأت، الدكتوره هدير وحيد، الدكتوره ياسمين محمد اخصائي العلاج الطبيعي، مدلك الفريق اسماء محمد، وندى راشد اخصائي نفسي، ومحمد شريف اخصائي تغذيه. خلينا نستعرض معاكي كمان قائمه فتيات الذهب او سيدات طايره الاهلي. تمام، احنا عندنا الليبرو ندى وليد رقم 2، والمحترفه تيتانيا رقم 3 ضربه مركز 4، دعاء الغباشي رقم 4 ضربه مركز 4، ندى حمدي رقم 5 ضربه مركز 2، ميار خليفه رقم 6 ضربه مركز 3، سلمى يوسف رقم 7 ضربه مركز 3، زينة العالمي رقم 10 ضربه مركز 4، وسارة امين رقم 11 ضربه مركز 4، مي غزال رقم 14 ضربه مركز 2 و3، وآية خالد ضربه رقم 17 ضربه مركز 2 و3 برده، علياء هاني ضربه مركز 2، وسهيلة وفيق رقم 19 صانعة العاب، ودعاء محمد رقم 20 صانعة العاب، ونهال جمال رقم 22 ليبرو. كابتن كريم، نستعرض معاك الجهاز الفني لسيدات طايرة الزمالك. بالنسبة لنادي الزمالك، كابتن حسام شكري مدير فني، كابتن محمد أنور مدرب عام، كابتن أشرف عبد العال مدرب مساعد، هبة حسنين مدير إداري، الدكتور بلال وتوت مخطط أحمال، عبد الرحمن إبراهيم محلل تقني، سامية ناجح أخصائي علاج طبيعي، سمية ناجح أخصائي علاج طبيعي. طيب قائمة سيدات طايرة الزمالك لو نستعرضها معاك. ندى مورجان رقم 1 ضربة مركز 3، مريم متولي رقم 4 ضربة مركز 4، ملكة البرازيلية المحترفة رقم 5 ضربة مركز 4، أيسل نديم رقم 7 ليبرو الفريق، فريدة هشام رقم 9 لعبة مركز 3، مايا ممدوح رقم 10 ضربة مركز 2، سابين حسن عابد رقم 11 ضربة مركز 2، ياسمين نوح رقم 14 كابتن الفريق لعبة مركز 4، نوران أحمد رقم 15 صناعة ألعاب، مريم مصطفى رقم 17 ليبرو، دانا شوقي رقم 18 صناعة ألعاب، هنا الحسن محمد رقم 19 صناعة ألعاب، نور إيهاب عزمي رقم 20 ليبرو، داليا المرشدي رقم 22 ضربه مركز 3. طيب كابتن ندى، خلينا اجي لك. يمكن احنا في البدايه او في الانترو كنا بنتكلم عن دعم صفوف فتيات الذهب باكثر من صفقه، الحقيقه شفناها اعلنها النشاط الرياضي طبعا، يمكن سواء في الانتقالات الشتويه او الصيفيه، بدانا طبعا بالسربيه تاتيانا بوكان او كمان سهيله وفيق وندى حمدي. شايفه ازاي يمكن الصفقات دي او دعم الصفوف بالثلاث صفقات دي، شايفه ازاي مستواهم مع الفريق خلال الفتره الماضيه، وازاي ممكن يفيدونا في مباراه النهارده؟ طبعا اضافات مهمه جدا للفرقه، وفي كمان طبعا نهال جمال اول الموسم برده كانت انتقلت للنادي ليبرو، وفي سهيله طبعا هتعمل فرق كبير، هتساعد جدا، هي صانعه العاب عندها خبره كبيره جايه من امريكا، كانت بتدرس هناك وبتلعب بقالها فتره هناك، وهي كانت اساسيه مع الفريق قبل ما تسافر طبعاً. وبتلعب في المنتخب، فهي هتفرق طبعا بخبراتها وبستايل لعبها اللي هو مختلف شويه عن بقيه البلاي ميكرز اللي معانا السنه دي، اكيد اضافه كبيره جدا للفرقه. عندنا ندى حمدي اضافه هايله برضو، لان هي امكانياتها البدنيه كويسه جدا، طويله، ضريبه متميزه، ستايلها متميز، فهي هتبقى اضافه خصوصا في غياب ايه، لان ايه مصابه، ايه الشامي في نفس المركز، فهي هتعوض شويه انه الغياب بتاع ايه يبقى فيه قوه ضربه الفرقه بتستند عليها، يعني في اوقات الشبكه فيها بتبقى مقفوله، دي اضافه هايله. طبعا عندنا طبعا محترفه تيتانيا برضو اضافه في مركز 4، هجومها عالي جدا،
قامتها طويلة متميزة على الشبكة في البلوكات وفي الهجوم، فطبعا دي هتبقى إضافة عامة لقوة ضربة في الفرقة. اندمجت سريعا كمان مع الفرقة. بالضبط بالضبط، هي اندمجت الحقيقة، اندمجت سريعا، اندمجت مع الفرقة مش زي بقية المحترفات كانوا بتاخدوا شوية وقت ان هم على ما بيندمجوا مع الفريق، لا هي اندمجت بسرعة ودخلت في وسط البنات بصورة يعني ظريفة، يعني هم برضو يعني الفرقة احتضنتها بشكل سريع، فلا اندمجت معاهم وبدأ ده يظهر على المستوى. احنا كنا في العادة يعني بياخدوا شوية وقت على ما نبدأ نشوف مستوى المحترفة ثابت، اللي هو تبدأي تحكمي عليها ان هي مستواها كويس ولا لا، بتاخد وقت، بيبقى في وقت كده تذبذب في الأول. لا هي يعني من أول الموسم مستواها إلى حد كبير ثابت، يعني تقدري تشوفيها لا محترفة مستواها كويس عالي، تقدر تفيد الفرقة في الأوقات الصعبة، تقدري تعتمدي عليها. فطبعا دول الثلاثة إضافة هايلة للفرقة. احنا كنا محتاجين تدعيم طبعا في صناعة الألعاب خصوصا بعد إصابة شروق، فما فيش غير كان دعاء وسهيلة دلوقتي. فسهيلة طبعا إضافة أنا شايفة يعني من أحسن الصفقات اللي جبناها السنة دي طبعا سهيلة. طيب كابتن كريم، يمكن برضو لو هنتكلم عن تدعيم صفوف نادي الزمالك، انت تكلمت عنه في بداية الحلقة، يمكن كنا بنتكلم عن انه اكيد فرق كتير قوي مع الفريق، خاصة ان احنا عندنا اكتر من عنصر في نادي الزمالك دارس كويس قوي وحافظين لعب النادي الاهلي، فده ممكن يكون نقطة قوة كبيرة جدا عند نادي الزمالك النهاردة بالنسبة للنادي الاهلي. اكيد يمكن نادي الزمالك اللعيبة الاساسية كلهم في الملعب هم اصلا لعيبة النادي الاهلي، وغير ان هم لعيبه النادي الاهلي هم في المنتخب مع بعض، فالنهارده هيبقى جيم مفتوح، يعني الفرقتين عارفين بعض، عارفين نقاط القوه والضعف عند كل فريق. النادي الزمالك السنه دي عمل تدعيم بندى مرجان لعيبه مركز 3 من جاي من نادي الصيد، لكن التشكيل بتاع نادي الزمالك ثابت من السنه اللي فاتت. يمكن بس الغياب الوحيد اللي عندهم فريده العسقلاني هي اللي مش موجوده السنه دي لظروف عندها، لكن بقيه الفرقه كلها زي ما هي نادي الزمالك. طبعا قوه نادي الزمالك تتمثل في مريم متولي. مريم متولي هي عنصر يعني اهم عنصر في الفرقه، وملكه البرازيليه هما دول اهم عنصرين في الفرقه. وطبعا مايا ممدوح برضو لعيبه مركز 2 من العناصر الاساسيه والقويه جدا في نادي الزمالك، ودانا شوقي طبعا صانعه الالعاب، يعني ده انا برضو من صناعات الالعاب الذكيه اللي بتعرف تمشي الملعب كويس، اللي بتعرف تلعب على نقط القوه والضعف بتاعت الفرق الثانيه. وطبعا داليا المرشدي في لعبه مركز 3 تمتاز بالطول، برضو سريعه جدا في لعب السريع. فيمكن نادي الزمالك النهارده او الموسم ده عنده تشكيل في القوه الهجوميه ما بين مركز 3 و4 وصانع الالعاب، بس انا شايف ان نقطه الضعف النهارده في نادي الزمالك هتكون في الاستبال، لو قدرنا نستغل النهارده بارسالات موجهه على اللعيبه معينه على حسب التكتيك اللي هنمشي بيه او كابتن ابراهيم هيمشي بيه النهارده، لا النهارده المباراه هنقدر يعني نجاريها او تمشي المباراه زي ما احنا عايزين. فان شاء الله النهارده ان احنا نكون موفقين ونقدر نلعب على نقط الضعف في نادي الزمالك ان شاء الله. طبعا انا عايزه اقول كل مشاهدينا ان كان المفترض ان تنطلق مباراه النادي الاهلي والزمالك في نهائي كاس السوبر المصري في تمام الساعه 8 مساء، ولكن الحقيقه ان المباراه ما بين نادي الصيد ونادي سبورتنج احنا كنا نوهنا عن النتيجه في اول طبعا الحلقه، كان يمكن النتيجه كانت 2-0 لسبورتنج، ولكن الحقيقه نادي الصيد قدر ان هو يسيطر على المباراه مره ثانيه ويعمل كومباك ويتعادلوا 2-2. فاحنا كده هنروح لشوط خامس، وعلشان كده يعني يمكن هتنطلق المباراة ممكن تكون في 8:30 مساء يعني او اول ما تنتهي مباراة نادي الصيد ونادي سبورتنج. الحقيقة يعني هنشوف ايه اللي هيحصل في الشوط الخامس، بنتمنى كل التوفيق طبعا يعني سواء لنادي سبورتنج او نادي الصيد، يعني شايفين مستوى متقارب جدا في ارض الملعب. سبورتنج قدر ان هو يسيطر على بدايه المباراه وقدر ان هو يحسم شوطين لصالحه، ولكن نادي الصيد الحقيقه قدر برده ان هو يعني يعمل مباراه محترمه ويرجع تاني بالنتيجه امام نادي سبورتنج. فاكيد نتمنى كل التوفيق للفريق اللي يعني يمكن اداؤه اكيد افضل في هذه المباراه. دلوقتي هنخرج لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل على طول نستكمل كلامنا طبعا مع نجومنا نجوم النادي الاهلي.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وفي انتظار انطلاق مباراة النادي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي ويقدر ان هو يحافظ على لقبه للعام التاني على التواني. كابتن ندى، خلينا نتكلم شوية عن يمكن السيمي فاينل. شفنا ماتشات قوية للنادي الأهلي ونادي الزمالك، ولكن الحقيقة دايما احنا بنطلع بأكتر من يعني نقطة ضعف أو نقطة سلبية للفرق كلها. لو هنتكلم النهاردة على النقاط اللي لازم يتجنبها الجهاز الفني للنادي الأهلي، الفتيات الذهب في مباراة النهاردة كانت موجودة في مباراة نادي الصيد، ولازم نتجنب ان هي تتكرر النهاردة في مباراة النهائي أمام نادي الزمالك. طبعا زي ما انت قلتي، النادي الاهلي كسب مباراه سيمي فاينل مع نادي الصيد 3-0. اعتقد يعني ان كابتن ابراهيم اكيد كان عامل تحليل فني للمباراه، واكيد قال لهم واهم حاجه في بدايه الماتش ان احنا نتجنب ان الفرقه الثانيه تعلى علينا او تسحب بكذا نقطه. ده هيجي من التركيز في اول كوره، لو احنا معانا الاستقبال يعني في الاول، هيجي ان احنا نركز في اول كوره، نحاول ما نخسرش نقط في الاول، ما نتسرعش في الهجوم، يعني نحاول نكون شويه في حكمه، يعني ان احنا نبقى عارفين محتاجين ايه من المباراه. احنا محتاجين من المباراه ديت اللقب. اللقب ده هيجي بهدوء، ان احنا نكون هادين في المباراه، قادرين نوصل للنقطه بدون اي تسرع او بدون اي انفعال في المباراه. حتى لو الفرقه اللي قدامنا شدتنا الانفعال ده، لازم احنا نحافظ على الثبات الانفعالي بالنسبه للبنات، ان هم ما يعني ما يتهوروش او ما يبقاش فيه شد وجذب. دايما الاهلي والزمالك بيبقى فيه شد وجذب في المباراه، بتبقى حاجات بقى بين اللعيبه وبعض تحت الشبكه مش عارفه ايه، فالحاجات ديت لازم نحاول ان احنا نتحكم في انفعالنا، ان نبقى هادين ونلعب اللعب العادي بتاعنا. احنا المباراه الحمد لله بتاعت السيمي فاينل ما كانتش فيها صعوبه قوي علينا، الامور مشيت بهدوء وبسلاسه، يعني المباراه خلصت 3-0، فما كانش في حمل بدني عليهم، ما لعبناش مثلا خمس اشواط او في اجهاد او بتاع، لا الحمد لله الامور مشيت كويس. فانا نحافظ على الهدوء ونحاول نلعب يعني من غير ما زي ما قلت لك ان احنا ننشد لاي حاجه، يبقى التركيز كله في الاداء في الملعب، بدون بقى سواء بقى جمهور، سواء لو في بعض اولياء الامور اي حاجه، ما حدش يعني يستفزنا او يسخن المباراه يعني زي ما بنقول. ده هيفرق كتير جدا. نتجنب طبعا الاخطاء بقى الفنيه، ان احنا زي ما قلت لك بيبقى في شويه تهور في اول المباراه، ان انا مثلا عايز العب بسرعه، ارسالات قويه باستعجال، الحاجات ديت نكون اهدى فيها، نلعب ارسالات موجهه، نبقى عارفين اضعف استقبال موجود فينا هنلعب عليه الكره الاولى، بحيث ان احنا الهجوم يجي لنا بطريقه اسهل، واحنا عندنا حائط الصد يقدر يتحرك بسرعه ويوصل للمهاجم اللي في الفريق الثاني ويقفل عليه شويه الشبكه. نحاول طبعا بقتال على كل كوره في الدفاع، ان ما فيش كوره تنزل عندنا، يبقى في دفاع في الفرقه قوي. الحاجات دي كلها هتخلينا من اول مباراه في اريحيه، وان احنا نقدر يعني نحسم المباراه بسهوله. يعني نامل ده، لان خاصه ان احنا شايفين كابتن كريم، انا عايزه يعني اتكلم معاك، شايفين ان سبورتنج بدا بدايه قويه جدا، ولكن الدوافع اللي عند الفرقتين خلت نادي الصيد ان هو يرجع تاني للمباراه، وان هم يتعادلوا ويروحوا لشوط خامس. هل ممكن ده السيناريو ده يتكرر ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك، خاصه ان احنا شايفين مستويات متقاربه جدا ما بين الفرقتين، وشفنا ان هم بيفوزوا بسهوله في السيمي فاينل سواء على الصيد او سبورتنج، ولكن شايفين الدوافع اللي عند فرقه سبورتنج والصيد النهارده غيرت مستوياتهم في ارض الملعب. هل ممكن السيناريو ده يتكرر في مباراه النادي الاهلي والزمالك، ولا ممكن ما يحصلش وما نروحش للسيناريو ده خالص؟ طبعا احنا زي ما قلنا ان مباراه الاهلي والزمالك ده ديربي، دي بطوله لوحدها، غير بطوله نهائي كاس السوبر، دي بطوله ما بين اللعيبه اصلا. فالنهارده لا يعني كل حاجه وارده، النهارده ان ممكن المباراه فعلا تبقى توصل لخمس اشواط، وممكن تخلص في الملعب 3-1 3-0 3-1. عايز اقول لكم احنا بنتكلم الصيد وسبورتنج ماشيين نقطه نقطه، يعني 6-6، فيعني واضح انها مباراه صعبه جدا، وهيبقى يعني هنشوف هتنتهي على ايه. فطبعا يعني لا، مباراه النهارده خارج التوقعات تماما، ان زي ما قلت لك ان الفرقتين حافظين بعض كويس جدا، نقاط القوه والضعف في الفرقتين معروفه كويس قوي. الفرقه النهارده اللي هيكون اخطاء اقل او عندها ثبات انفعالي اكتر هي الفرقه اللي هتفوز. يمكن انا هتكلم في تفصيله صغيره قوي كابتن ابراهيم السنه دي عملها،
ندى راشد اخصائي نفسي. الاخصائي النفسي ده مهم قوي قوي عشان الثبات الانفعالي عند اللعيبه. يمكن اتكلمنا على ده في بدايه الحلقه انه فعلا مركز على يعني كابتن ابراهيم من المديرين الفنيين زي ما كابتن ندى قالت بيهتم بتفاصيل ما حدش بيهتم بيها خالص. مزبوط. يعني يمكن ندى راشد اخصائي نفسي، محمد شريف اخصائي تغذيه. العنصرين دول من العناصر المهمه قوي في مجال الرياضه دلوقتي. اذا كان عنصر التغذيه ما قبل المباراه هياكلوا ايه، عشان دي بيفرق جدا في ادائهم جوه الملعب. واخصائي نفسي طبعا علشان خاطر الاداء التذبذب في المستوى ده بيبقى مهم جدا طبعا، بخلاف كابتن محمد حسن علي محلل الاداء. يمكن الثلاث عناصر دول من العناصر المهمه قوي اللي كابتن ابراهيم استحدثهم السنه دي في الجهاز الفني. فانا شايف ان هم اليوم عامل كبير قوي النهارده في مستوى البنات طبعا، بخلال المستوى الفني والبدني ليهم ان هيفرق قوي النهارده. فالفرقه النهارده اللي هتكون عندها ثبات انفعالي قوي جدا في المباراه النهارده هتكون مشدوده جدا طبعا. الاهلي والزمالك ما لعبوش ماتشات جامده، فكل الماتشات كانت بتبقى وان سايد جيم، ماتشات سهله جدا. فالنهارده الاحتكاك الحقيقي للفرقتين، وانا شايف ان كفه النادي الاهلي لا اعلى 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 السنه دي كتير قوي بالحاجات الكتير قوي اللي حصلت السنه دي، طرق التدريب الحديثه، الاجهزه الجديده اللي دخلت النادي. فان شاء الله النهارده هنشوف ده في ارض الملعب باذن الله، والمباراه تكون لصالح النادي الاهلي. طيب كابتن ندى، يمكن برضو عايزه اتكلم معاكي واروح معاكي لفكره مهمه جدا وهي الحمل البدني. احنا عندنا طبعا ماتشات في اوقات متقاربه، عندنا تدريبات كتير جدا بنشوف فتيات الذهب موجودين على طول في النادي، والتمرينات الحقيقه بتبقى كتير قوي، فاكيد يمكن حمل بدني كبير جدا. هل ممكن نشوف ده بيأثر النهارده خاصه مع تلاحم المباريات، وتلاحم كمان يمكن خرجوا من دوري دخلوا في الكاس، فاكيد التلاحم ده بيعمل جهد بدني وحمل بدني كبير جدا. بصي، زي ما انا قلت لك في الاول انه كابتن ابراهيم فخر الدين دايما بيهتم جدا بالجانب البدني للعيبه، حتى لو كان هو الحمل التدريبي بتاعه عالي يعني مقارنه باي مدرب تاني. كابتن ابراهيم بيشتغل فترات طويله، صبح وبعد الظهر معسكرات، ده بيكون فيه تحميل طبعا بدني كبير جدا على اللعيبه. فده هو متجنبه السنه دي بفكره الروتيشن اللي انا قلت لك عليها، انه مش مثبت تشكيل معين فاللعيبه مضغوطه طول الوقت، او هي دي اللي عليها الحمل الاكبر وفي جزء من اللعيبه بيبقى مريح اللي هو على البنش. لا بالعكس، هو عامل توزيع للحمل بحيث ان كلهم في الوقت ده يبقوا ما فيش جزء منهم عنده ضغط بدني وجزء تاني لسه ما دخلش في الماتشات، او لسه ما وصلش للكيرف بتاعه ان هو يكون في التوب دلوقتي. لا، هو موزع الحمل عليهم، ودي يعني انا شايفه ان هي حاجه كويسه جدا. يعني ممكن يكون في ناس بتختلف فيها، بيقول لك مثلا انا بحب التشكيل يكون ثابت فاللعيبه تاخد على بعض يعني، او يريح كمان جزء شويه يستعين بيهم في مباريات بعد كده بالظبط. بس انا عن نفسي يعني انا يعني بنحاز اكتر للمدارس بتاعه الروتيشن، ان اللعيبه كلها تكون رجليها في الملعب، ما فيش لعيب يكون قاعد طول الوقت بره واجي فجأة يوم محتاجه ملاقيه مش جاهز، لان هو ما انت جبتيه من على البنش ما احتكش في اي مباراه طول السيزون، بيتمرن بس الماتشات بتختلف تماما عن التدريب. فلو انا راكن لعيب طول الموسم على الخط بره وجيت في وقت احتاجته بقى، سواء لاصابه سواء للعيب تاني مستواه في حاجه النهارده مش موفق بتاع، لا هلاقيه طبعا غصب عنه هو اللعيب نفسه هيبقى عنده مبرر انا ما بلعبش. فلا بالعكس، لما بتكون اللعيبه كلها رجليها في الملعب اولا بيبقى كلهم عندهم نفس الحمل، يعني ما فيش لعيب مريح ولعيب لسه مش في جو الماتشات او كده، وكلهم بيبقى عندهم الخبره بتاعه الاحتكاك. انت كل ما انت بتلعبي بيبقى عندك خبره التعامل مع الكور. يعني انا بتحط في ظروف معينه في المباراه، شكل معين من الرفع، شكل معين مع التعامل مع الخصم قدامي في الاستقبال، في الضرب، في الهجوم، في كل الحاجات ديت هي ظروف انا بتعرض ليها. لو ما تعرضتش ليها في المباراه هيبقى الموضوع صعب عليا ان انا انزل، يعني ما تعرضتش عليها طول الموسم اقصد، مش هبقى موفق فيها في المباراه. فطول ما اللعيبه متوزع عليها الحمل، حتى لو في يعني حمل تدريبي زياده فهو متوزع على اللعيبه كلها. في لعيبه بتلعب اولا ما بتلعبش مباريات طول المباراه، يعني ما بتلعبش الاشواط كامله، بتريح شويه حتى لو كده بتخرج وبتدخل تاني بيبقى الموضوع اهدى بالنسبه لها. لو في حاجه لعيبه مش موفقه مش هتبقى قلقانه ان هي مثلا ما تطلبش ان هي تتغير، في لعيبه اوقات بتبقى مش موفقه وبتبقى قلقانه ان هي تطلب من المدرب ان هي تطلع لان اللعيب اللي بره ما لعبش. فلا بالعكس، ده شايل يعني شويه من على اللعيبه، انه كل اللعيبه بقت في مستوى واحد،
يعني احنا بقالنا فتره طويله مفيش اللي هو اللعيبه كلها تبقى متقاربه في المستوى، دايما بيبقى في نجم او اتنين او تلاته في الفرقه دول اللي الفرقه معتمده عليهم بشكل كامل، وبقيه اللعيبه متقاربين في المستوى. لا احنا السنه دي عندنا تميز ان البنش اللي بره زيه زي اللي جوه، ممكن يبدا باي لعيبه، مفيش تشكيل تقدري تتوقعيه للفرقه، ممكن النهارده فلانه تبدا بكره تلاقيها قاعده على الخط عادي جدا. والميزه ان اللعيبه متقبله ده، يعني اللعيبه برضو دي يعني حاجه تحسب لكابتن ابراهيم، ان اللعيبه متقبله ان انت ما في لعيبه ممكن تقول لك لا انا مش عايزه اقعد، انا عايزه العب طول الوقت، فتحس ان في مشاكل في الفرقه او في مشاكل في اوضه اللبس. لا كابتن ابراهيم مسيطر على القصه ديت، اللعيبه كلها مرتضيه انه في روتيشن في الفرقه، ودي حاجه سبب اساسي اكيد في نجاح الفرقه ان هي توصل لحد النهارده بدون خسائر خالص طبعا. بالمستوى الثابت دوت، ده اكيد بيرجع يعني طبعا لمجهود الفرقه ولكن الاداره الفنيه طبعا لكابتن ابراهيم، خبره برضو كبيره بالزبط. اكيد بتفرق. طيب كابتن كريم، خلينا نروح عامه عن التنافس في البطوله، بطوله كاس السوبر المصري. يمكن احنا دايما تحديدا الفتره الاخيره بنتكلم ان ما بقاش في فرقه قويه، في فرقه ضعيفه، بقينا متقاربين جدا في مستويات كل الفرق. ده خلق روح تنافسيه شديده جدا، فده اللي انا عايزه اتكلم فيه معاك. شايف ازاي البطوله تحديدا، ان احنا شفنا برضو اختلاف في نظام البطوله السنه دي عن السيزون الماضي، فلو هنتكلم عن تقارب مستويات الفرق وعن الفرق بشكل عام كانت ماشيه الحقيقه شايفينها عاملين مستويات كبيره جدا. الاتحاد المصري السنه اللي فاتت عمل شويه حاجات لصالح اللعبه. إن احنا كنا دايما الفاينل بيلعبوا 20 30 مباراه، الفاينل اهلي وزمالك هي مباراه واحده اللي بيكسب بياخد البطوله. فاستحدثوا السنه اللي فاتت نظام البلاي اوف، ان الفرق بتلعب كذا مباراه، فعمل تنافسيه اعلى. استحدث بطوله كاس السوبر، الاربع فرق الاوائل في الدوري بيلعبوا بطوله السوبر، فبقى احتكاك اكتر. الفرق بقى فيها تدعيمات كتيره قوي، يعني مش الاهلي والزمالك بس، يمكن الصيد، سبورتنج، سموحه السنه دي، وادي دجله عنده طفره كبيره جدا في الفرق طبعا. يمكن احنا بنتكلم على اربع فرق بس يمكن في ثمان فرق كمان، اربع فرق تانيين كمان، لا عندهم مستويات متقاربه جدا. فالتنافس من السنه اللي فاتت في قطاع السيدات او البنات اختلف بشكل كبير جدا. احنا بقالنا سنين ما كانش فيه اي منافسه غير النادي الاهلي بس، هو اللي بيكسب ومحتكر كل البطولات. السنه اللي فاتت مع المباريات الجديده والبطولات الجديده اللي دخلها الاتحاد المصري، قدر ان يبقى فيه تنافس كبير جدا، وادى ان نسبه المشاهده كمان للعبة كره الطايره كمان في السيدات بقت عاليه قوي. ما بقتش عارف مين اللي هيكسب، يعني ماتش سبورتنج والصيد لحد دلوقتي احنا مش عارفين مين اللي هيكسب المباراه. كانت الاول لا، المباريات كتير قوي محسومه، بتبقى نازل عارف مين اللي هيكسب من الاول. فمن السنه اللي فاتت لا، يعني الاتحاد المصري قدر ان هو يعمل تنافسيه جديده ما بين الانديه، وده طبعا في الاخر بيصب لمصلحه المنتخب. يمكن المنتخب السنه دي قدرنا ان احنا نبدا ننافس فرق افريقيا زي كينيا، احنا ما كنا بعيد قوي عن الناس دي، يعني بعيد جدا عن الناس دي بكتير قوي بالعوامل البدنيه والطول والكلام ده. لا احنا قدرنا ان احنا نقرب شويه منهم، يمكن لسه برضو في فرق بس الدنيا بدات تقرب قوي. فانا شايف ان مع النظام بطوله السوبر والبلاي اوف اللي حاصل من السنه اللي فاتت، قدر ان يبقى في تنافسيه كبيره قوي ما بين الانديه، وبدل ما بقى عندنا منافسه ما بين الاهلي والزمالك بس، بقى دخل في الصوره سبورتنج، دخل في الصوره الصيد، في انديه كتير جدا دلوقتي بقت بتنافس. طيب كابتن ندى، خلينا نستغل وجودنا النهارده ويعني كلامنا عن فتاه ده. بالحقيقه مش عايزه نقتصر الكلام على مباراه اليوم او عموما بطوله كاس السوبر، خلينا نتكلم كمان عن مشوارهم في الدوري. شايفه ازاي مشوارهم في الدوري؟ الحقيقه ماشيين زي ما انت قلتي بخطه ثابته جدا مع فرق، يعني برضو مش عايزين نقول ان هي متفاوته في المستويات قوي، ولكن فرق برضو قويه جدا موجوده في الدوري معانا مع النادي الاهلي. شايفه ازاي مستوى الفريق مع بدايه السيزون في بطوله الدوري؟ بصي انا يعني زي ما كريم بيقول لك، هو مؤخرا بقى دلوقتي في فرق كتير بتدعم وعندها قطاع ناشئين كويس زي ما كريم قال، والنادي وادي دجله عنده طفره كبيره جدا، في لعيبه منه كتير جدا دلوقتي قام الاساسي لفرق المنتخب سواء ناشئات او شابات. عندك انديه بس عايزه اقطعك ثانيه بس، لان مباراه نادي الصيد وسبورتنج انتهت في الشوط الخامس بنتيجه 3-2. الشوط الخامس ما بين الفرقتين انتهى بنتيجه 15-11 لصالح فرقه سبورتنج. والحقيقه مع انتهاء المباراه خلينا نقول ان هي كانت مباراه قويه. بنشكر
سواء نادي سبورتنج والجهاز الفني الخاص بيه وايضا نادي الصيد والجهاز الفني الخاص بيه ان هم قدروا يعني يحققوا المعادله الصعبه دي ويكون مباراه قويه جدا في ارض الملعب كان فيها نديه كبيره جدا. شفنا ان هي ما انتهتش بسهوله, فاكيد يعني بنقول الف مبروك لسبورتنج وهارد لك لنادي الصيد على الرغم ان هو عمل مباراه قويه جدا عقب انتهاء المباراه. الحقيقه خلينا نقول ان احنا دلوقتي نزل طبعا فرقتين نادي الاهلي ونادي الزمالك لارض الملعب وبداوا في عمليات الاحماء, فخلاص احنا بنتكلم يمكن عن دقائق قليله بتفصلنا عن بدء مباراه النادي الاهلي والزمالك في فاينل كاس السوبر المصري. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده. اتفضلي يا كابتن ندى. مبروك لنادي سبورتنج. يعني دايما يعني ده زي ما بقول لك, بصي ده اقرب يعني مثال انه فعلا الانديه بقى فيه بينها تنافس قوي جدا. يعني احنا زمان ما كانش فيه التنافس ده خالص, يعني انا مش من زمان قوي يعني, بس يعني من ايام ما كنت انا بلعب يعني ما كانش فيه التنافس ده. يعني احنا كنا الدوري ما كانش موجود خالص, ما كانش فيه خالص الدوري بالنسبه لنا, اغلب المباريات محسومه, ما كانش فيه تقريبا يعتبر احنا بنلعب بنتمرن السيزون كله كان بهدف البطوله الافريقيه سواء ابطال الدوري او ابطال الكاس, هو ده كان هدفنا في السيزون كله. لكن دوري وكاس امور محسومه, يعني ممكن اقول لك ان احنا كان كمان لعيبه بتلعب ممكن يعني مش بالتشكيل الاساسي, احنا بنلعب بالصغيرين المتصاعدين مثلا انه ياخدوا خبره للهدف اللي هو الاخر بالظبط, الهدف في الاخر ان انت تتمرني طول السيزون عشان ميعاد البطوله الافريقيه او البطوله العربيه. لكن دلوقتي بقى في تنافس كتير, ده جاي يعني انا شايفه ان هو اكتر حاجه فرقت مع الانديه قطاع الناشئين, يعني قطاع الناشئين والناشئات طبعا. هو ده فعلا الكنز الحقيقي في الالعاب الجماعيه. اولا ما بتحتاجيش ان انت تدعمي من بره بتكلفه زياده عليكي ان انت تبداي تشوفي اللعيبه اللي ظهرت او بانت في انديه تانية فتجيبيها فتتحملي نتيجه ان انت تتعاقدي مع لعيبه من بره النادي, لا انت بتلعبي باللعيبه اللي انت طالعه من عندك من القطاع عندك, عارفه كويس قوي النظام بتاع النادي بتاعك, عارفه ازاي السيستم بيكون ماشي ازاي جوه النادي, ما بتاخديش وقت ان انت تدمجيهم مع الفرقه. فالانديه كلها ادركت مؤخرا قيمه القطاع الناشئين والناشئات, فبقى عندهم زي ما بنشوف نادي سبورتنج اغلب اللعيبه بتاعته لعيبه صغيره في السن طالعين عندهم الحماس ان هم يثبتوا نفسهم. بقى في دلوقتي كمان المنتخب كان زمان هو مقتصر على النادي الاهلي, لو الفرقه 12 فرقه في 10 من النادي الاهلي واثنين حسب بقى لو في فلته في كل نادي ممكن تلاقي واحده او اثنين معاكي في المنتخب, لكن غير كده هو كان بيبقى فريق النادي الاهلي. لا انت دلوقتي بصي على المنتخب, في من سبورتنج, في من الصيد, في من الاهلي, في من الزمالك, في من وادي دجله, فدي كلها طبعا حاجات بتدلل على قوه او تقارب مستويات الانديه كلها بالظبط. شايفه انه بقى في دوري بمعنى اصح, هو بقى اصبح دلوقتي في دوري, في دوري, في فرق بتنافس زي بقيه الرياضات الجماعيه. يعني اغلب الرياضات الجماعيه فيها تنافسيه الى حد كبير حتى لو محتكرها اربع فرق مثلا في الاخر, بس في تنافس عكس ما بيبقى فيه هو فريق واحد اللي محتكر البطوله, ده بينعكس على ادائك انت كمنتخب في الاخر, لان اللعيبه دي مريحه طول السيزون, يعني يعتبر طول السيزون, يعني اوقات كان بيجي لك سنين ما بتشتركيش في بطولات افريقيه, فانت ما بتعمليش حاجه طول الموسم, يعني يعتبر الموسم بالنسبه لك مريحه فيه, فتيجي تحتكي بعد كده بفرق زي كينيا او زي الجزائر او زي مستويات بدنيه تونس, مستويات طبعا الدوري عندهم بيبقى قوي, اللعيبه بتبقى متوزعه عندهم طبعاً. فبتلاقي نفسك في الاخر يعني السنه دي اول سنه من 2006 المنتخب القومي يصعد لكاس عالم, فانت متخيل من 2006 يعني بنتكلم في قرب ال 20 سنه منتخب مصر ما طلعش كاس عالم, ما طلعش بطوله عالم, فده بينم طبعا ان انت ده كان شيء اساسي فيه انه ما فيش تنافس في الدوري, ما فيش فرق, ما فيش احتكاك, اللعيبه دي ما بتشوفش احتكاك غير كام ماتش بيلعبوهم في بطوله افريقيه لو لعبوها, وغير كده مفيش اي تنافس خالص بالنسبه لهم. فكل ما الدوري بيقوى وبيكون فيه بطولات فعلا فيها احتكاك قوي واللعيبه متوزعه على الفرق, ده في الاخر بيفيد المنتخب وبيفيد اللعبه. يعني بيفيد اللعبه زي ما كريم قال ان اللعبه بتبدا تظهر للناس, يعني بيبدا يبقى فيه يجيلك ناس معلنين, ناس عايزه تبدا تشوف قنوات عايزه تذيع, كل الحاجات ديت بتروج للعبه في الاخر طبعا اكيد. طيب نروح دلوقتي لصاله اتحاد الشرطه الرياضي بالدراسه وزميلتنا سلا حامد من ارض الملعب علشان تطلعنا على كل الامور طبعا النهائيه بمباراه النادي الاهلي والزمالك, يعني قبل دقائق قليله جدا من انطلاق المباراه. اتفضلي يا سلا سامعينك.
بيجي زميلتي مريم، وبالتاكيد برحب بضيوفك الكرام وكباتننا طبعا بنجوم النادي الاهلي السابقين للكره الطايره كابتن كريم جمعه وكابتن ندى ايمن، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا زي ما انت قلتي زميلتي مريم، حاليا احنا متواجدين داخل صاله اتحاد الشرطه بالدراسه طبعا عشان نقل لحضراتكم كل الامور والاجواء طبعا الخاصه بمباراه اليوم. وطبعا بنتكلم على مباراه الاهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري في نسخته الثانيه طبعا للكره الطايره سيدات. ويمكن خلينا طبعا اقول لك زميلتي مريم، وزي ما احنا طبعا كلنا شفنا يمكن طبعا المباراه ابتدت يعني في موعد متاخر طبعا عن مواعيدها، يمكن طبعا المباراه تبتدي في تمام الساعه 8 مساء، ولكن طبعا ابتدت متاخر شويه بسبب المباراه اللي كانت قبليها وطبعا تحديد المركز الثالث والرابع كانت ما بين نادي سبورتنج ونادي الصيد، واللي انتهت لصالح نادي سبورتنج بثلاث اشواط مقابل شوطين. طبعا المباراه يمكن راحت لخمس اشواط زي ما شفنا، مباراه صعبه جدا طبعا كانت ما بين الفرقتين. ويمكن شفنا كمان نادي الصيد عمل زي كومباك طبعا في الشوط الثالث، فاز بالشوط الثالث والرابع، ونادي نادي سبورتنج فاز في الشوط الخامس طبعا، ويعني حصل على المركز الثاني في بطوله السوبر المصري للكره الطايره. طبعا خلينا سريعا زميلتي مريم طبعا اروح يعني للاجواء هنا واستعدادات الفريقين سواء فريق النادي الاهلي او نادي الزمالك. يمكن قبل ما اتكلم طبعا الاستعدادات زي ما انت سامعه طبعا داخل الصاله يعني في عدد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك طبعا لمؤازره الفريقين النهارده سواء فريق النادي الاهلي او الزمالك، اللي يعني الفريقين او الجمهورين متواجدين بكثافه كبيره جدا لتشجيع طبعا والمساندة يعني لاعيبه النادي الاهلي ونادي الزمالك في مباراه اليوم. مباراه صعبه جدا، مباراه مهمه جدا طبعا زميلتي مريم، يمكن اول لقب اللي هيفوز بيه طبعا السنه دي هيكون في الموسم الحالي اول لقب سواء لفريق النادي الاهلي او فريق نادي الزمالك، فالفريقين استعدوا بشكل قوي جدا. كمان زي ما انت شايفه ورايا عمليات الاحماء، يمكن فريق النادي الاهلي تحت قياده الكابتن ابراهيم فخر الدين يمكن استعد بشكل قوي جدا، اتمرنوا امبارح داخل صاله النادي الاهلي وجم بعد كده هنا وهم يعني طبعا في معسكر مغلق، لكن جم بعد كده هنا عشان يستعدوا للمباراه بشكل جيد. كمان خليني اقول لك ان يمكن في ثلاث غيابات في فريق النادي الاهلي وهم ايه شامي وشروق فؤاد وكمان مريم ثروت. طبعا يمكن ايه شامي بسبب الاصابه اللي تعرضت لها الموسم الماضي وهي بسبب الخلع في الكتف، حاليا ايه الشامي هتكون في وهي حاليا كمان في فتره التاهل، قدامها يعني من شهر ونص لشهرين عشان ترجع تاني للملاعب وتنضم مع فريق النادي الاهلي، ولكن هي حاليا يعني بس امبارح نزلت للتدريبات الجماعيه مع الفريق، ولكن هي ما زالت في مرحله التاهيل. ويمكن كمان شروق فؤاد وهي كابتن الفريق طبعا فريق النادي الاهلي يمكن عندها طبعا زميلتي مريم قطع في الرباط الخارجي على مستوى اليد، يمكن في الاصبع عندها يعني قطع في الرباط الخارجي، فهتغيب طبعا عن مباراه اليوم وهتغيب لفتره كبيره يعني للاسف الشديد. طبعا هتجري عمليه جراحيه في ايديها ان شاء الله يعني خلال الفتره القادمه، يمكن هيكون في توقف دولي بالنسبه لفريق كره الطايره لمده 25 يوم هتجري فيه طبعا العمليه الجراحيه، وبعد كده هتغيب عن الملاعب لمده يعني الاقرب ان شاء الله هتكون من شهرين لثلاث شهور، ودي هتكون فتره التاهيل بالنسبه لشروق فؤاد ومريم ثروت طبعا لرؤيه فنيه للكابتن ابراهيم فخر الدين. كمان خليني اقول لك انه ان شاء الله يعني المباراه دي هي هتكون يعني بالنسبه لفريق النادي الاهلي مسؤوليه كبيره جدا طبعا على لاعبات النادي الاهلي الفوز بيها. النادي الاهلي هو حامل اللقب للموسم الماضي، هو يعني كان فاز بالسوبر في نسختها الاولى، وكمان نادي الزمالك يعني طبعا عنده دافع كبير جدا للفوز في مباراه اليوم والاخص ان هي اول لقب ان شاء الله في الموسم ده. كمان يمكن الكابتن حسام شكري المدير الفني لفريق نادي الزمالك استعد مع الفريق بشكل كبير جدا، يمكن الفريق او القائمه بالنسبه لفريق نادي الزمالك ما فيهاش غيابات خالص، ما فيش اصابات، ال 14 لاعيبه هيكونوا متواجدين في مباراه اليوم. كمان خليني افكر كمان الساده المشاهدين زميلتي مريم انه يعني فريق النادي الاهلي هيشارك في مباراه اليوم كحامل للقب الموسم الماضي وهو بطوله الدوري المصري لكره الطايره، وكمان فريق نادي الزمالك حامل لبطوله كاس مصر لكره الطايره، وفريق نادي الصيد وسبورتنج اللي شاركوا في البطوله دي كمان هم الثالث والرابع في الجدول الترتيب بالنسبه للجدول الترتيب بالنسبه لجميع الفرق في بطوله الدوري، فدول الاربع فرق اللي شاركوا في البطوله دي. وكمان يمكن خليني اقول لك كمان بالنسبه للحضور غير طبعا الجماهير سواء جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك متواجد طبعا في المقصوره من النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي امين الصندوق، وكمان الكابتن محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي، وطبعا من نادي الزمالك متواجد الكابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، والكابتن نيره الاحمر عضو مجلس اداره نادي الزمالك.
الزمالك، وبالتاكيد متواجد رئيس الاتحاد المصري للكره الطايره المهندس ياسر قمر. فيعني ان شاء الله يا رب النهارده زميلتي مريم يكون اللقب والفوز من نصيب النادي الاهلي في مباراه اليوم، يكون اول لقب واول يعني بطوله للنادي الاهلي في هذا الموسم، مع طبعا المدير الفني ابراهيم كابتن ابراهيم فخر الدين. والان عوده مره للاستوديو، طبعا الكلمه ليكي زميلتي مريم، تفضلي. شكرا لك جدا زميلتنا سالة حامد من أرض الملعب. قبل دقائق طبعا من انطلاق مباراة النادي الأهلي والزمالك في فاينل كأس السوبر المصري، والحقيقة يعني أطلعتينا يا سالة على كل التفاصيل الخاصة بالمباراة، وكان مهم جدا برضو نعرف الجزء الخاص عن الإصابات اللي موجودة في فريق النادي الأهلي، نتمنى لهم كل طبعا يعني السلامة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوقف اللي هيكون موجود للفريق. كمان يمكن الجمهور زي ما انتم سمعتوا الحقيقة جمهور كبير، عارفين طبعا الاتحاد المصري للكرة الطائرة كان خاطب بالجهات الأمنية أنه يكون في 2000 مشجع، 1000 لكل فريق، ومن الواضح أن كان في استجابة من جماهير النادي الأهلي ونادي الزمالك، يعني زي ما احنا متعودين طبعا من جماهير النادي الأهلي أن هي دايما بتؤازر فرقها المختلفة، مش بس على مستوى كرة القدم، بنشوفهم في يعني كل الصالات اللي موجودة بالألعاب الأخرى، شايفين مساندة كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي، بقى عندها وعي كبير جدا بكل الألعاب الأخرى بالنادي الأهلي، خاصة الحقيقة ان كل لاعبي النادي الاهلي في مختلف الالعاب الحقيقه ان هم على الوعد وعلى العهد دايما مع جماهير النادي الاهلي، محققين نتائج كبيره جدا وبطولات كبيره جدا، فبنتمنى ان عنصر الجمهور النهارده يكون شيء مشجع بالنسبه لفتيات الذهب وبالنسبه لفريق النادي الاهلي، ان هو يقدر يحسم هذه المباراه لصالحه يعني بدون اي ضغوطات. كابتن كريم، خلينا نتكلم عن عنصر الجمهور، عنصر مهم جدا هيفرق سواء مع النادي الاهلي او نادي الزمالك، خاصه ان احنا او سالة كمان قالت لنا ان في عدد كبير من النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي وعدد كبير من جماهير نادي الزمالك، فاكيد ده هيبقى ضغط بالنسبه للفرقتين. اكيد يمكن الرياضه اساسها أو اي لعبه اساسها الجمهور، يعني الجمهور بيدي دافع كبير قوي للعيبه، يعني يمكن لما بيكون في الملعب في حد بيشجعني او في جمهور في الملعب، انا لو النهارده 50% من مستواي او النهارده مش موفق، الجمهور بيديني دافع وبيديني حماس كبير جدا ان انا العب، خاصه ان دي مباراه نهائيه وما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، فالجمهور النهارده هيبقى ليه دافع كبير قوي. الفرق اللي هتقدر تستغل الجمهور النهارده بحته ايجابيه هي اللي هتقدر تكسب، ممكن الجمهور يكون عبء نفسي كبير جدا على الفريق، يعني برضو في لعيبه كتير صغيره في الملعب ما لعبوش تحت ضغط الجمهور طبعا، فالنهارده الفرقه اللي هيكون عندها ثبات انفعالي قدام الضغط بتاع الجمهور وتشجيع الجمهور مع مباراه نهائيه زي دي هيفرق جدا، يعني النهارده ان شاء الله كابتن ابراهيم لا يعني عنده الحته النفسيه مهمه قوي زي ما قلنا باخصائي النفسي ده، فاكيد هم لعبوا او اشتغلوا على الموضوع ده نفسيا كتير على اللعيبه ان ضغط الجمهور ده يكون ايجابي لينا جدا، ان هو يطلع في الملعب بشكل كويس ما يكونش فيه اخطاء كبيره جدا في الملعب، فان شاء الله جمهور النادي الاهلي النهارده يكون دافع كبير قوي للفريق ان النهارده نقدر نفوز، ويكون جمهور نادي الزمالك عبء عليه ويكون نقطه سلبيه ليهم ان شاء الله. طيب كابتن ندى، خلينا نتكلم عن الاصابات الموجوده في صفوف الفريق، يعني احنا عندنا اي اصابات طبعا بتكون مؤثره، ولكن الروتيشن اللي انت بتتكلمي عليه الكابتن ابراهيم ده يمكن بيخلي في باك اب او ما بيبقاش في تاثير كبير قوي بالنسبه للاصابات لما تكون موجوده، ولكن مباراه النهارده هل شايفه ان الاصابات اللي موجوده في صفوف الفريق ممكن تبقى مؤثره بشكل قوي على الفريق؟ بصي، انا حابه في الاول طبعا اقول ايه، الحمد لله على السلامه، اصابه طويله يعني ربنا يكمل شفاها على خير ان شاء الله. ومفتقدينها اكيد ومؤثره في الفرقه جدا، ويعني طبعاً هي من الاعمده الاساسيه من سنين في الفرقه دي، فنتمنى لها مش بس على مستوى اللعب يا كابتن ندى، كمان على مستوى الروح كابتن ايه بتفرق كتير طبعا على مستوى الهزار بصراحه على مستوى الهزار بتفرق كتير، مجربه الموضوع ده فبنقول لها يعني الفرقه اكيد امبارح انا سالة بتقولي ان هو كان اول تدريب ليها جماعي، نتمنى لها ان شاء الله يعني ان ربنا يكمل شفاها على خير، وبقول للشروق طبعا الف سلام عليها، اصابه صعبه واصابه حرجه في مكان حرج بالنسبه لها كصانعه العاب، يعني ربنا يكرمها ان شاء الله ويشفيها ويعني العمليه بتاعتها تكون عمليه ناجحه ان شاء الله، واكيد طبعا شروق بعيدا عن انها كمان يعني كلاعيبه مؤثره هي كابتن الفريق، فيعني الفريق هيفتقدها لمده طويله يعني طبعاً شهور، فاكيد هتاثر، ولكن برده هرجع اقول لك ان اللعيبه اللي موجوده قادره ان هي تشيل وقادره ان هي تعوض الفرق دوت،
المفروض يعني هيكونوا اكيد كابتن ابراهيم اتكلم معاهم ان هم يبداوا يعني كل واحده هتبقى عارفه دورها ايه مكان اللعيبه اللي اتصابت، مين اللي هيلعب، ايه الاداء هيكون شكله ايه، هتلعب بانهي طريقه. وان شاء الله انا متوقعه ان هو مش هيكون فيه تاثير، يعني هم طبعا مهمين جدا وكل واحده فيهم قامه كبيره في مكانها، لكن اللعيبه الثانيه برضو اسماء كبيره وتقدر تشيل وتقدر، كلهم لعيبه دوليين يعني ما فيش فيهم حد لعيب صغير لسه في السن، فطبعا ان شاء الله هيقدروا ان هم يعوضوا الفرق ده ان شاء الله. كابتن كريم، رؤيتك الفنيه النهارده للمباراه، ممكن الجهاز الفني يبدا ازاي؟ مباراة النهاردة مباراة تفاصيل الصغيرة، يعني التفاصيل الصغيرة النهاردة هتفرق جدا، وده اللي كابتن إبراهيم دايما بيشتغل عليه حتى في التمرين. يعني في التمرين ممكن يوقف التمرين كتير جدا عشان جزئية مثلا الإرسال، احنا عايزين نواجه الإرسال مثلا ما بين 5 و6، هلعب الإرسال على يمين لعيب 4، ده عنده ضعف في الحتة دي، فالتفاصيل الصغيرة دي اللي هتفرق النهاردة جدا في سير المباراة. وطبعا كابتن ابراهيم عنده خبرات كبيره جدا 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 في مباريات الاهلي والزمالك او المباريات الحاسمه، فانا شايف ان الكاتشانه النهارده في المباراه هتكون ليها عامل كبير جدا، وكابتن ابراهيم متمرس في النقاط دي او في المباريات دي. كابتن حسام شكري اول سنه ليه مدير فني لنادي الزمالك، هيكون عليه عبء كبير جدا او ضغط كبير جدا ان هم برضو السنه اللي فاتت محققين بطوله الكاس وبطوله افريقيا، فهو عايز يبقى على نهج كابتن احمد فتحي. فالنهارده المدرب اللي هيكون عنده ثبات في التشكيل جوه الملعب ومفيش تذبذب في الاداء، هو اللي هيقدر النهارده ان شاء الله يحسم المباراه. وانا شايف ان النهارده النادي الاهلي لا اقرب وكفته اعلى ان شاء الله في المكسب ان شاء الله. كابتن ندى، دوافع مختلفه بالنسبه للفريقين، بس نادي الزمالك عايز يبدا بدايه السيزون ببطوله، احنا يمكن حصلنا على هذه البطوله السيزون اللي فات وده اكيد بيريحنا اكتر و بيخلينا برضو عندنا دافع ان احنا نحافظ على البطولة للعام التاني على التوالي، ولكن خلينا نقول ان نادي الزمالك اكيد بيبقى عنده دوافع قوية جدا علشان دايما المكسب على النادي الاهلي بيبقى ليه طعم تاني اخر، يعني لو اي فرقة مع كل تانية الأندية. دي حقيقة مع كل الأندية. ودايما يا كابتن ندى وكابتن كريم لو تتفقوا معايا ان بنشوف كل الفرق بشكل مختلف تماما في ارض الملعب عن اي فريق تاني، ده اللي احنا دايما بنشوفه فاكيد هنشوفه النهاردة. شايفة ازاي دوافع فريق نادي الزمالك، وازاي اكيد الجهاز الفني عمل حساب كبيرة للدوافع اللي هتكون عند نادي الزمالك النهاردة؟ بصي طبعا هم اكيد نادي الزمالك عندهم دوافع كبيره جدا، بدايه يعني من اللعيبه اللي انتقلت من النادي الاهلي واللي محتاجه ان هي تثبت نفسها وتثبت ان هي لعيبه تستحق يعني النقل دوت، او يعني ان هي تثبت كفاءتها. شايفين طبعا جماهير عدد كبير، اعلام النادي الاهلي مرتفعه، تشجيع من كل قلوب جماهير النادي الاهلي اللي دايما الحقيقه انا كمان بكون شاهده بشكل شخصي، بكون موجوده في ارض الملعب، فالحقيقه بيبقوا عاملين جو مختلف تماما، ودايما جمهور النادي الاهلي جمهور مختلف عن اي جمهور نادي تاني. بتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي عشان الجماهير دي ان شاء الله ان شاء الله تروح الحقيقه فرحانه وسعيده زي ما في اغلب الاوقات الحقيقه بيروحوا سعداء. الجمهور بصراحة يعني بيختلف تماما طبعًا. يعني طبعًا. شكل الرياضة كله عامة بيختلف بوجود الجمهور، غير ما بتلعبي في صالة فاضية ما فيهاش حماس، ما فيش حد بيشجعك لو نقطة راحت منك، ما فيش حد بيساندك في الأوقات الصعبة في الجيم، فلا طبعا الجمهور بيختلف يعني بيخلي شكل الجيم نفسه مختلف طبعا. يعني انا سعيده جدا ان الجمهور كمان بدا يحضر لمباريات سيدات وبيشجع وبيهتم ان فيها ماتش سيدات بقى في وعي كبير جدا يعني، فانا بشكرهم طبعا ان هم متواجدين، واتمنى ان هم يعني نروح كلنا مبسوطين ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن ندى، يمكن احنا كنا بنتكلم عن دوافع نادي الزمالك وعن فكره الحساب اللي عامله نادي الاهلي طبعا للدوافع الكبيره الموجوده عند نادي الزمالك. بصي هو الدوافع تعتبر بين الفرقتين واحده، يعني سواء يعني احنا زي ما احنا عارفين الموقف اصبح حساس شويه بين الفرقتين الاهلي والزمالك بالذات نتيجه انتقال اللاعبات من النادي الاهلي لنادي الزمالك، فاللعيبه اللي في النادي الاهلي عايزه تثبت نفسها ان هي ما خسرتش يعني كتير، وان هي تقدر دايما تلعب وتكون متواجده وتحصد البطولات،
وده احنا شفناه انعكس في السنه اللي فاتت في لقب الدوري. طبعا قد ايه البنات كانوا فرحانين بيه رغم ان هو ممكن يكون بطوله بالنسبه لهم عاديه وبيحققوها كل موسم، ولكن هي بالنسبه لهم يعني زي ما بنقول يعني اللي هو دي البطوله اللي احنا مستنيينها. احنا عايزين نثبت نفسنا وعايزين نثبت ان الفرقه دايما يعني زي ما احنا بنقول الاهلي بمن حضر، يعني لعيبه موجوده، لعيبه غايبه، لعيبه مصابه، لعيبه مشيت، لعيبه مش عارف ايه، لا هم احنا بنلعب وبنكسب. فطبعا هي الدافع ده مستمر مع الفرقتين، فرقه الاهلي وفرقه الزمالك، زائد طبعا انه الجمهور ده اكيد دافع النهارده للعيبه. في لعيبات كتير جدا منهم اعتقد ان هم ما شافوش المنظر ده، يعني ما حضروش مباريات فيها جمهور من اول ما لعبوا رياضه لحد ما وصلوا للدرجه الاولى، يعني النهارده ما شافوش جمهور، فده طبعا دافع بالنسبه لهم كبير. يعني ده بيحمس اللعيبه جدا، وبتحسي ان يعني ان انت عايزه تموتي نفسك على كل كوره عشان الناس دي تفضل مبسوطه وتفضل بتجيلك وبتشجعك، فده طبعا دافع تاني. ودافع اصلا البطوله ان انت البطوله دي النسخه الثانيه ليها، وانت اللي حاصله على اللقب السنه اللي فاتت، فدافع ليكي اكبر كنادي اهلي يعني ان انت تحافظي على البطوله ديت، لانه تبقي انت اللي محتكره اللقب دوت، يعني اللقب ده اتلعب مرتين، هما المرتين النادي الاهلي اللي يبقى اخدهم يعني. فدي كلها طبعا دوافع بالنسبه للنادي الاهلي. ونيجي على الناحيه الثانيه لنادي الزمالك، نادي الزمالك بطوله لسه ما اتسجلتش ليه خالص، فعايز يحقق بطوله تبقى اتنسبت ليه، يبقى زيه زي النادي الاهلي مع وجود فارق في بقيه البطولات، ان النادي الاهلي سابق بفرق كبير جدا، فانت النهارده في فرصه قدام اللعيبات ديت ان هي يعني تكتب تاريخ ليها، ان هي يبقى النادي الاهلي معاه بطوله ونادي الزمالك معاه بطوله زيه. فطبعا دي كلها دوافع بالنسبه لهم، عايزين يثبتوا نفسهم ويثبتوا المكان اللي هم بقوا منتمين ليه، دي كلها دوافع يعني. طيب انا كنت اتكلمت مع كابتن كريم عن رؤيته الفنيه للمباراه وازاي ممكن نبداها، انا كمان عايزه اعرف رؤيتك ازاي ممكن نبدا مباراه النهارده. انا شايفه ان احنا لازم نبدا بهدوء، يعني نحاول على قد ما نقدر نستغل ان الجمهور موجود معانا، ان هو يكون دافع لينا ان احنا يعني نتقدم ونحس بفرق، يعني ان ده هيساعدنا حتى لو حصل اخطاء في وسط المباراه هيبقى عندك فرصه انك ترجعي. لكن لما بيبقى المباراه ما بتمشي ايكول زي ما انت قلتي، يعني حسب ماتش الصيد وسبورتنج المباراه طول ما هي ماشيه ايكول كده انت مش مرتاحه، اللعيبه مش مرتاحه، مضغوطه ان هي ما تغلطش، مضغوطه ان هي لازم تخلص دلوقتي. فلا الموضوع لما بيبقى فيه فرق في النقاط ده بيدي اريحيه كتير قوي للعيبه، ان هي بيتشال من عليهم الضغط، بيلعبوا اسهل وبيقدروا يحسموا المباراه في وقت اسرع. فلازم نبدا بهدوء، نحاول نحافظ على كل نقطه، ما نخسرش في الاول، حتى لو حصل لا قدر الله ان احنا خسرنا شوط او حاجه نستعيد نفسنا بسرعه، ونعرف ان احنا في جمهور كبير بيشجعنا وفي ناس كتير قاعده مستنيه المكسب دوت، فده يساعدنا ان احنا نرجع تاني للمباراه. وارد ان انت تخسري في الاول، وارد ان يتاخد منك شوط، يتاخد منك شوطين، احنا عندنا القدره ان احنا نرجع تاني للمباراه ونقدر نسيطر عليها ان شاء الله. وما يفقدوش السيطره كمان لما ده يحصل، احنا بالزبط. دايما يعني فتاة الذهب تحديدا عندهم الخبره في الجزء ده بالزبط. تحديدا كابتن كريم، احنا اتكلمنا في اول الاستوديو عن العناصر المميزه في نادي الزمالك، لو هنتكلم عن عناصرنا طبعا في النادي الاهلي اكيد عندنا الحقيقه يعني هو نقدر نقول ان هو فريق متكامل، عناصر قويه جدا جدا، ولكن عايزين نتكلم اكتر تفصيليا عن العناصر الموجوده عندنا النهارده في الفريق وازاي ممكن نوظفهم في مباراه النهارده. يعني النهارده مباراه الاهلي والزمالك هي اول مباراه للاعيبه كتير، يعني انا شايف النهارده لعيبه ندى حمدي لعيبه مركز 2 القادمه من نادي الصيد هيكون عليها عامل كبير قوي النهارده، انا هكون يعني شايف ان هي ممكن تكون نجمه المباراه النهارده. سهيله وفيق طبعا بالخبرات اللي اكتسبتها لما كانت في امريكا وطبعا في منتخب مصر طبعا، فانا شايف ان ندى حمدي وسهيله النهارده هيكون ليهم عامل كبير قوي. تيتيانا المحترفه لعيبه ممتازه جدا النهارده هيكون التقييم او المحك الرئيسي ليها النهارده لمستواها. وطبعا انا شايف ان يعني قلب الاسد زي ما بيقولوا كده وبتلعب بروح جامده قوي مي غزال طبعا. يعني مي غزال بصراحه اثبتت ان هي حتى وهي سن صغير ان هي فعلا تستحق ان هي تكون في الملعب. يعني مي غزال الموسم اللي فات يمكن شالت الفرقه في اوقات صعبه جدا، فانا شايف برضو ان مي غزال النهارده هيكون ليها دور كبير قوي. السنه دي حصل تطور كبير قوي لايا خالد لعيبه مركز 3، يعني بتقدم مستويات السنه دي عاليه جدا ايا خالد، فشايف برضو ان هي النهارده هتكون عليها دور كبير قوي. وطبعا بقى التيمو بتاع الملعب ندى وليد الليبرو، يعني ندى وليد بصراحه بتقدم مستويات ثابته جدا بقالها اكتر من سنه،
فانا شايف ان النهارده ان احنا عندنا عناصر كتيره قوي مميزه، فانت مش عارف مين ممكن النهارده يكون مميز. بس انا شايف ندى حمدي النهارده اول ظهور ليها مع النادي الاهلي، وهي بتقدم مستويات عاليه قوي، كانت مع نادي الصيد ومع المحترفه تيانا وسهيله وايا خالد ومي غزال وندى وليد، ان شاء الله باذن الله يكونوا النهارده متوفقين وفي التوب فورم بتاعهم النهارده ويقدموا مباراه كبيره قوي. طيب سريعا كده قبل ما نروح لارض الملعب لان خلاص المباراه هتبدا، كابتن ندى توقعاتك سريعا لمباراه النهارده ان شاء الله. ان شاء الله المكسب يكون من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله زي ما دايما عودونا البنات. طيب كابتن كريم، ان شاء الله المكسب لينا النهارده ويفرحوا الجمهور اللي موجود النهارده ومجلس الاداره، والمباراه يهدوها لروح سياده الوزير طبعا العمري فاروق باذن الله. طبعا طبعا المباراه الداعم الاول لالعاب الصالون طبعا دايما بيبقى موجود طبعا. دكتور هشام العمري يعني. ان شاء الله. طيب بنروح دلوقتي سريعا لصاله اتحاد الشرطه الرياضي بالدراسه وانطلاق مباراه النادي الاهلي والزمالك في نهائي كاس السوبر المصري ومعلقنا كابتن مروان صالح، فالى هناك.